اهلا بكم من جديد. هل ستطبع جريدة الأسبوع هذا الأسبوع؟ عايزين نفهم تفاصيل الأزمة في مطابع الجمهورية الآن، ومع الهاتف الأستاذ مصطفى بكري النائب السابق طبعا ورئيس تحرير جريدة الأسبوع. أستاذ مصطفى، إلى أين وصلت الأزمة وإيه سببها؟ مساء الخير. أولا احنا الحقيقة ودينا الساعة 2 إلى ربع صحيفة الأسبوع كما هو معتاد. الصحيفة فيها مقابلة مع المشير، كنت موجود معاه يوم الجمعة لمدة ساعة، ودردشة حول الأوضاع وحول دور الجيش في الثورة وغير ذلك من الكلام، ووصف للوضع اللي هو فيه المشير حاليا. وكنا موجودين قاعدة مع عدد أيضا من كبار الضباط السابقين. الحقيقة المقابلة دي كانت منشتات الجورنان. بعد ما ركبوا الجورنان على المطابع وبدأت الطباعة يدوب، وصلوا حوالي يعني 100 نسخة كده في الأول، وفجأة توقفت المطبعة، والزملاء اللي موجودين هناك قالوا لأول مرة نجد جو غير طبيعي، في نسخ دخلت وفي قرار بيتاخد بوقت طباعة الجورنان على أساس إنه في صفحة قالوا إنها ما كانتش ظاهرة كويس، فالزملاء قالوا طيب ما فيش مشكلة نقدر نعملها دلوقتي، وفجأة دخلوا جرائد كثيرة لغاية الساعة 6 واحنا منتظرين ودون ما رد. الساعة 6 دخلوا جريدة الجمهورية وقالوا احنا مش هنقدر نطبع الاسبوع دلوقتي، انتظروا لغاية بالليل، مش عارفين الجمهورية تخلص امتى. فانت كده ضاعت عليك الطبعة الاولى بالتأكيد، يعني ضاعت الطبعة. وفي نفس الوقت احنا الحقيقة يعني بعد ما صدرت الدستور قبل كده وبعد الاجراءات اللي اتخذت ضد زميلنا جميل عبد الرحيم، أصبحنا الحقيقة أمام علامة استفهام. هل أصبح في رقابة على الصحف الآن داخل المطابع بحيث نعطل طيب ونقرأ وبعدين نقرر إذا كان ممكن نطبع أو لا؟ لو كان ده صحيح ده تطور خطير، وأنا بعتقد إنه إذا كان ده بيحصل دلوقتي أنا شخصيا يعني لا أستبعده ولا أستبعد إجراءات أكتر من كده. يبدو انه طب احنا قالوا لنا، يعني احنا اتصلنا بعد اذنك يا استاذ مصطفى، اتصلنا بالمسؤول عن مطابع الجمهوريه الاستاذ جلال حمام عضو مجلس الاداره والمسؤول عن المطابع، قال لنا ده خلل فني والاسبوع هتطبع. ايضا ده نفس تصريحات مصطفى هديب رئيس مجلس اداره دار التحرير. يعني هل اتصلت بيهم؟ طبعا لما ده خلل فني لماذا طبعت الصحف الاخرى؟ المطبعه كانت شغاله من الساعه 2 لغايه الساعه 6 وطبعت العديد من الصحف. يمكن الخلل الفني يخص الجمهوريه، عفوا يخص الاسبوع بالذات يا استاذ مصطفى. يعني ايه خلل فني يخص الاسبوع؟ يعني لم يكن هناك اي خلل. طب يمكن فني بيسالوا وبيرجعوا، يعني بيشوفوا يقروا كده ويسالوا ويرجعوا كده، يعني هو ده الواضح. وانا عشان كده بقول ان حريه الصحافه لو كان ده صحيح يبقى في خطر شديد جدا، يبقى احنا فعلا رجعنا الرقيب المستتر بصورة أو بأخرى، نشوف المادة وبعدين نتعلل بأي حجة ونقرر. حتى هذه اللحظة لم تطبع جريدة الأسبوع. لا، حتى الآن لم تطبع، وزملائنا موجودين هناك ومنتظرين قرار طبع الصحيفة. يعني حتى الساعة الواحدة قالوا لهم لغاية الساعة واحدة احنا ما نقدرش نديكوا رد، يمكن بعد واحدة نطبعها. يمكن كده الطبعة الأولى اللي رايحة المحافظات راحت خلاص. بالتأكيد. أشكرك أستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. ويمكن الخلل الفني، أصل هو الخلل الفني يا جماعة له مقاييس، يعني ممكن يبقى شغال في حتة المكنة شغالة، جات المكنة وقفت، حست كده البونت أو كده في مشكلة، ثم إنه العلاقة بين الرئاسة وبين المشير وعنان علاقة وطيدة جدا. دكتور مورسي قال إن هو بيكلمهم كل يوم وإن هو بيستشيرهم على طول، فما أعتقدش إن هي المشكلة هنا. يعني هو بيقول إن هو بيكلمهم بيستشيرهم أول ذا تايم، يعني بيكلمهم كتير، فما اعتقدش هنا في مشكله. هو خلل فني ساعات يبقى له علاقه باشياء واشياء اخرى. طيب اعود للشان اللبناني الحقيقه قبل ما نقدم لكم حوار الدكتور نبيل العربي وما حدث بالامس في لبنان، كارثه بكل المقاييس، يعيد مره اخرى للذاكره العربيه والذاكره اللبنانيه مسلسل الاغتيالات. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جهاد الخازن، يعني كيف تقرا المشهد الان وانت عشته مرارا وتكرارا؟ يعني المشهد كارثة للبنان، كارثة لدول الجوار. أكثر ما يقلق في هذا المشهد أنه قد يتكرر كما حدث بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كان هناك حوالي 20 اغتيالا
بعده، ونخشى أن يكون اغتيال العميد وسام الحسن هو بداية موجة جديدة من الاغتيالات. طيب أصابع الاتهام يا أستاذ جهاد إلى أين تتجه؟ تتجه إلى البعض في لبنان قال أنها تتجه للنظام السوري، هل ممكن للنظام السوري في ضمن كل ما يحدث أن يكون ما زال قادرا على أن يقوم باغتيالات خارج الوطن يعني؟ النظام السوري له حلفاء أقوياء في لبنان. حزب الله. له حزب الله، ولكن لا أملك معلومات لا أتهم حزب الله، ولكن طبعا حليفه الأساسي في لبنان وهو الحليف الوحيد في لبنان الآن المزود بأسلحة يعني ثقيلة هائلة تشمل الصواريخ. فطبعا عنده كمان إيران، وإيران لها وجود عبر حزب الله وحلفائها الآخرين في لبنان. لذلك المقدرة موجودة بالتأكيد، وقد رأينا كيف أن حوالي 20 اغتيالا حصلت ولم يضبط ولا مرة واحدة القاتل بالجرم المشهود، وإنما لعب العميد وسام الحسن الضحية أمس دورا أساسيا عبر التكنولوجيا الحديثة. هو مسؤول عن المعلومات في الأمن العام، ولذلك استطاع أن يقصد التلفونات والهفات يعني الهواتف أي تكس أو أي استعمال لوسائل الاتصال. وكان آخر نجاح له كان نجاحا هائلا لم يحدث مثله من قبل، ضبط الوزير السابق ميشيل سماحة في سيارة ملأ بالمتفجرات كان سترسل إلى شمال لبنان لإيقاع مثل فتنة بين الطوائف هناك. وتبين أن ميشيل سماحة يعني كان متفقا مع اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري. لم يحصل مثل هذا النوع من الاختراق للجماعات الإرهابية قبل ذلك. هل هذا برضو يؤكد ما قاله الأخضر الإبراهيمي أن ما يحدث في سوريا سيأكل الأخضر واليابس؟ ها هو يأكل الأخضر واليابس؟ أخشى ذلك، وأخشى أن يفيض على الجوار على لبنان تحديدا. أنا رأيت الدكتور نبيل العربي في الكويت قبل يومين ثلاثة، وبدأ كأنه يعني فقد الأمل في أي تغيير في أسلوب النظام السوري في سوريا. يتوقع الأسوأ أيضا، وستسمعين منه الآن رأيا متشائما جدا بالنسبة إلى سير المواجهة المسلحة في سوريا، الثورة ضد النظام والقتل اليومي الذي يبدو أنه سيستمر على الأقل في الأجل يعني على المدى المنظور. يعني كارثة لبنانية وعربية بكل المقاييس. يعني آخر حاجة بس قبل ما نغلق هذا الاتصال، طبعا منطقة المطار هي منطقة مسيطر عليها من حزب الله مظبوط؟ لا، حيث الاتجار أبدا، هي منطقة شرق بيروت منطقة مسيحية، وعادة مكاتب الأمن العام كلها قريبة من مستشفى اسمه أوتيل دي، وهذه يعني الطريق لابد أن العميد وسام الحسن يسلكها كل يوم، فكانوا بانتظاره. المشكلة اللي قتل العميد وسام الحسن قتل حوالي 10 أشخاص وجرح 100 آخرون. يعني ما في أخلاق، ما في دين، ما في هذه الناس ما إلها علاقة. المباني لم تعد صالحة للسكن على امتداد الشارع كله. يعني هذا النوع من الإرهاب لا يقدر عليه إلا جماعات منظمة كبيرة لها اتصالات خارجية أو أنظمة أو ربما أنظمة. أو ربما نعم. أشكرك سيد جهاد الخازن الكاتب الصحفي الكبير. مأساة في لبنان، مقتل العميد وسام الحسن رئيس فرع الأمن الداخلي في لبنان. ده زي كده مثلا رئيس أمن الدولة عندنا مثلا المسؤول عن كل المعلومات اللي كشف كل الاتصالات السرية بين النظام السوري وبين محاولات لتفجير داخلي في لبنان. وقف ميشيل سماحة الوزير اللبناني السابق بتهمة اتصالات بالنظام السوري لتنفيذ عمليات. من قتل وسام الحسن؟ من قتل رفيق الحريري؟ لحد دلوقتي لا نعرف من قتل رفيق الحريري، من قتل سمير قصير، من قتل يعني كتار جدا في لبنان صحفيين، من قتل كل هؤلاء؟
يبقى الشأن اللبناني شأنا عربيا هاما. وقال الأخضر الإبراهيمي أن ما يحدث في سوريا سيأكل الأخضر واليابس، ونتمنى ألا يحدث ذلك، لكن لا تبدو هناك أي بوادر انفراج للأزمة في سوريا ولا حتى لتثبيت أو لتأكيد هدنة الأضحى التي يسعى الإبراهيمي الآن ونحن نتحدث لمفاوضات مع النظام السوري بشأنها. أشكركم أعزائي المشاهدين، أترككم مع حوار مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول سوريا وفلسطين ومصر.